مرحبا فيكم مشاهدينا بالساعة الأولى من بيروت. المرأة اللبنانية مستمرة في التميز في مجال الاقتصاد، واليوم نتوقف مع تجربة بارزة لامرأة ناجحة في دنيا الأعمال حققت خطوة متميزة بفوزها بعضوية جمعية الصناعيين. نتابع هذا التقرير لرولا نجم أبو مرات. وسط كل هذا الصخب والمظاهر التي لا تمت للنعومة بصلة التي تضج بها هذه المدينة، تجد جويس جمال شغفها في قطاع الصناعة. إنها الصناعية الأولى والمرأة الوحيدة التي تفوز بعضويات جمعية الصناعيين منذ تأسيس هذه الجمعية، أي مما يقارب 70 عاماً. دخلت جويس إلى عالم الصناعة من بابه العريض، وتمكنت من تطوير تقنيات الطباعة والتغليف وإدخال المكنة المتطورة إلى هذا المجال، وهذا الأمر ساعدها على تأسيس 3 شركات خاصة بها. صار لي أكثر من 10 سنين بمجال صناعة التغليف والطباعة، ومن أول بداياتي وأولوياتي كوني لبنانية أني أعمل فرق ببلدي، وهالشي لقيته عن طريق تحسين تغليف المنتجات اللبنانية اللي بتعكس صورة لبنان بالخارج. من أول بداياتي كنت أطمح أني أكون بمجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين وحط أفكاري الجديدة وخبرتي اللي اكتسبتها على مدى كل هالسنين لزيارات المتعددة للمعامل بميلانو وللمعارض المختصة بأوروبا والصين وأمريكا والمعامل خاصة بميلانو ضواحية اللي هي الخلاقة بابتكار وتصاميم التغليف. شو أهمية التغليف اليوم؟ التغليف بيلعب دور مميز بالمنتج، بصير اتراكتيف، بيساعده على التسويق بالماركتينج، مهم ك برودكت ابيل، هو بيعلي قيمته للمنتج كأول امرأة بمجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين وترأسي للجنة التواصل مع الانتشار اللبناني. علي مسؤولية وتحدي لأوصل لهدفي اللي بيتضمن لبنانة الاقتصاد وخلق تواصل دايم مع الصناعيين اللبنانيين وخلق مصالح مشتركة بيناتنا وساهم بتنمية الصادرات وتحسين الصناعة المحلية، وإذا أمكن كمان تخفيف المشاكل اللي عم نواجهها بقدر المستطاع. وهالشي بلشت فيه بمساهمتي لتحسين المنطقة الصناعية اللي أنا موجودة فيها. كوني من عائلة صناعية تربينا على الريادة واتكال على النفس، وتعلمنا من والدي اللي هو مؤسس شركة أوجامكو من أكثر من 3 عقود ورائد من رواد صناعة البلاستيك، إنه الفكر الصناعي ما بيفرق بين الإمرأة والرجل. في كتير صناعيات بلبنان عم بيديروا مصانع وبرزت كمان عالميا مصانعهم، بس هذا ما بيمنع انه اكيد بالفعل الصناعه هو عالم صارم. ما في مزح، الصناعه منا جديده بالسوق، وبدك تحطي جهدك ووقتك حتى تبلوري الافكار وتصاميم جديده وتنجحي فيها. بتحطي العواطف على جنب وبتحط بتطلعي الديدلاينز، بدك تسلمي اوردر، بدك تطلعي انت فكر صناعي مش بس امراه او رجل. ممنوع هون النق، بتوصلي بفكرك وبتحديك. بتخافي يختلط الامر بين انوثتك وعواطفك وجانبك الانثوي وبين شخصيتك كحدا صناعي مسؤول؟ الامرأة شو ما كان شغلها او البوزيشن تبعها لازم تحافظ على انوثتها. انوثتها هي سلاحها، اول سلاح لها هو انوثتها، وشطارتها بتكمل الانوثة وما بتضاربوا ببعضهم. بتقول للمرأة
خاصة الصناعية تكون ريادية وقوية، توثق بحالها، تحط نجاحها قدام عيونها وتسابر على نجاحها، لأنها امرأة خلاقة بتحب التقدم بيلبق لها النجاح. شكرا. وبالإضافة إلى فوزها في عضوية جمعية الصناعيين، جويس جمال هي أيضا المرأة الأولى المنتخبة فخريا في الندوة الاقتصادية اللبنانية.